لتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية. كلام كتير اتقال عن التعديل اللي في المادة 185 من الدستور اللي بيناقشها البرلمان، واللي بتنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وده بيترأسه رئيس الجمهورية أو وزير العدل في حال غيابه. وكتير ظن إن التعديل ده يمس استقلال القضاء وبيتحكم فيه، وطبعاً ده مش صح. ليه مش صح؟ لأن في أمور كتير مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، وعلشان كده جه المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسها رئيس الجمهورية بصفة رئيس البلاد مش بصفة رئيس السلطة التنفيذية، وفي حال غيابه يترأسه وزير العدل. طيب والمجلس ده دوره إيه؟ المجلس هو مجرد مجلس إداري تنظيمي هينظر في الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية، حاجات إدارية زي شروط التعيين والترقيات ونطب القضاء، وبالتالي الموضوع ملوش أي علاقة بالعمل القضائي للجهات القضائية، لأن مبدأ استقلال القضاء ده أساس بناء الدول، ومصر حريصة عليه وموجود في دستور 2014 نفسه. كمان كل هيئة أو جهة قضائية لها مجلس أعلى أو مجلس خاص، زي مجلس القضاء الأعلى اللي بيرأسه رئيس محكمة النقض، المجلس اللي مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984، وهو اللي بينظر في الأمور الفنية للقضاء وبيعمل على تحسين سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكمة وبيتخذ القرارات اللازمة، وبيشكل المجلس التأديب للقضاء وبيتخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بأحكام السلطة القضائية واختصاصات كتير تانية فنية. كمان من ضمن التعديلات المقترحة الخاصة بالقضاء تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وده بيتفق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية نفسه اللي بيقتضي استحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، والآلية دي بتدي الأحقية للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لاختيار 5 من كل هيئة يرشحوهم لرئيس الجمهورية علشان يختار واحد منهم، وده اللي بيأكد على كفالة مبادئ توازن السلطات واستقلال القضاء.